مرة قايل لك لا توقف سيارتك مكان موقفي. أنا وش سالفتي مع هالشنبات؟ كل شوي طالع لي واحد. معليش يا الجار، بس حبيت أحطها بالظل. ظل؟ ما ظل؟ لا عاد توقف سيارتك مكان موقفي. أبشر 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 من هالشوارب. بكحل امك يا حليلك والله انك فله. ايه سلامات، وش اللي كحل امك؟ ما كحل امك، اقول اهدى اهدى، ترى ما تعرف من انا. انا ورع. لو سمحت ابيك تحلق الشنب عكس. الشنب؟ هو فين الشنب ده عشان احلق؟ موجود ينتظرك، يحتريك تحلق عشان يطلع. لا تكثر كلام، يلا استعجل. أبيك تحلق الشنب زيرو. سلامات، وليه تبي تحلق الشنب؟ حرام عليك. وش لقبك أنت؟ شنبي ولا شنبك؟ لا شنبك، بس حرام عليك ترميه بالأرض، هذا نعمة. وش أسوي؟ مطفشني، كل ما حلقته طلع. ما ادري اصرف على بنزين سيارتي ولا اصرف على شنبي. انت احمد ربك انك املط. ها الحين من الاملط؟ مع السلامة. اسمع مني، انت لو عايز شنبك يطلع تسمع اللي اقول لك عليه. كل يوم تحلق شنبك بالموس وتمسك فص توم وتدعك في كل الاتجاهات، فوق وتحت ويمين وشمال، وتفرج على اللي هيحصل. انت متأكد ولا تطقطق؟ يا ما عملتها وانا صغير، جرب انت بس وهتشوف بنفسك. ايه بس اللي عندي وراثي. وانا كمان ابويا كان املط من غير شوارب، حتى بص شوف. عامر بن علي، اكره الفله والوناسه واحب الكآبه. تشجع اي نادي؟ الاهلي السعودي. الله يعينك، واضح الحزن بعيونك. مصيح. وين تروح وين تجي؟ بالغرفه، دائما بالبيت تاكل بالغرفة، ما أطلع ولا أجي. ما تروح مكان؟ إلا أروح العزاء، جوي العزاء. ممتاز ممتاز، إن جوي مبروك. الله يبارك فيك. تفضل طال عمرك. سم. كان يا مكان في قديم الزمان، كان في واحد قدح راح لأخوياه فطوقي، بس أخويا زلايم الزبدة مات. أصبر يا أبوي، وراك مستعجل أنت. قول علقتني. لبق السيارة ونزل القدحة. المهم يوم نزل القدحة هو يمشي كذا، يمشي ناصر المخيم، أوكي؟ كان عندهم كلب، تعرف الكلب؟ إيه كلب كان عندهم. قول. المهم هجم عليهم. يا أبوي قصتي ولا قصتك؟ خلاص أصبر، طيب لا تصير بثر، أصبر. المهم ويدخل المخيم ويلقاهم ميتين. شلون ماتوا؟ ماكلين شاورما وتسمموا. شلون شاورما بالبر؟ اي صح، ما ينفع شاورما بالبر. طيب اسمع انت، وشلون تبيهم يموتون؟ يا اخي قصتي ولا قصتك؟ شيك صح قصتي. دام في احداث فيها مو حقيقه ومن الخيال، قول احداث هذه القصه غير حقيقيه. احداث هذه القصه غير حقيقيه، اوكي؟ قلت بالبدايه. اسف انا. قول كمل وبعدين. المهم انت يعني وش تبي يعني؟ سبحان المصور في شارع الخزان قبلت الانسان في الحلقه. مرحبا اخوي، ممكن تساعدني؟ امريني. السياره تعطلت علي ولا ادري وش فيها وتوهكت. طيب اطلبي من احد التطبيقات. جوالي طافي ولا في شحن، المشكله مو هنا، متاخر عن موعد العياده، تراها قريبه على اخر الشارع يمين، بس ابيك توصلني الله يعافيك. المشكله وين اركبس؟ في الصندوق عيب، وقدام ما قد ركبت إلا أمي أو أختي. تكفى أبي فزعت. أوكي
للضرورة أحكام انزي. معليش ركبت معك هنا بس لا تشيل هم، بنا برد شن وراس محجر القطو. مو محجرة الهم، هذا بيتها ومبسوطة فيه. أما عاد مبسوطة فيه، أنا يوم جتني كورونا قعدت أسبوع بالملحق بغيت أموت. لا لا لا، مو كل الوقت أخلي لوسي في القفص، بس وقت الطلعات. اسمها لوسي؟ حبيبي لوسي. عاشت الأسامي. وين العيادة؟ هنا العيادة. سلامات، أنت قيلة العيادة، هذه حقت بيطرية. أوراقها معك؟ إيه، جوازها ودفتر تطعيم. إيش تحتاج؟ دفتر تطعيم بعد إذنك. أوكي ثواني. أم عاد ذي معها جواز سفر؟ إيه، أجل شلون تسافر معي باريس ولندن؟ ذي تروح باريس ولندن؟ الله يخلف علي، أنا أبعد مكان رحت جدة، بس ما أقول إلا يا ليتني بوسي وأصير صديق لوسي. إن شاء الله يكون عندك وقت وتسافر. الوقت موجود، بس المشكلة الطفرة شينا. اليوم عنده موعد تطعيمه واحدة ضد الفيروسات والميكروبات، جرعة تنشيطية تعتبر بسيطة يعني. العب يا القطوة المحصن، والله مو بسهل. يا ميري، ميري، ميري. أيوة. سلامات، لي ساعة ناديس ما تسمعين؟ أنا في مطبس وين مرقوق قدا. أم عاد مرقوق أجل أبد، فليها خذي راحتك. هذا غسيل وكوي، أبيها بكرة. أوكي. كفو. على والله أخلط أخلطهم. أبوك يا النكبة. شو اسوي الحين؟ خير ان شاء الله. غبي اعمى ما تشوف. اسف طال عمرك ما انتبهت. تصدم سيارات خلق الله وتقول ما انتبهت؟ وين اصرفها دي ها؟ وين اصرفها قل لي. انا اصرفها، خليها علي، عسل على قلبي. مسموح ما جنينك، أسعدها من فرصة يوم صدمتني. أنا أسعد بس ما عندي تأمين. ما بي منك شيء، ما بي منك شيء. لو تروح سيارة تعال. أكيد ما تبي شيء، يعني أدزها. دزها ويا جعلها دزة السلامة. دزها. طيب ألف السلام، الله يحفظك يا روحي. أغراض أغراض، وآخرتها شبسات وحلاوة. مو بشغلك، أهم شيء جبت المفرحات اللي أبغاها. لكن نسيت شيء زي العادة بس. أقول أهدى أهدى، ترى الأخلاق سواح. الله يعافيك يا عامر، تعبناك معنا. شكراً يا عامر. وشو عليه شكراً وتعبناك وتعبناك. هذه لا شغل ولا مشغلة، والبقالة هذه هي براس الشارع. وراك علي يبا، أنا وش سويت؟ قطاوة أنتم. هد يبا هد. يا عمري يا عموري. أم عاد عموري، آخر مرة قلتها لي بثاني ابتدائي، لكن أنت صاحب اللقب، لك فضل علي. كل لك يا عموري. عوعو حبيبي، ودك أسوي لك الجريش اللي تحبه. عموري يجي يمه، بس عوعو ما تجي أبد. شبعت شبعت أحاسيس ومشاعر وتريش حق سنة قدام.